كان عندنا موعد مع مغاربة العالم أو مغاربة إيطاليا الخصوص لتخليد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء. تميز هذا الحفل هذا بحضور قنصل المملكة المغربية اللي تمن جهود ديال إيطاليا الدائمة للموقف المغربي في قضية الصحراء، وكذلك تميز بالكلمة ديال رئيس البلدية الذي دعا البلديات الأخرى من أجل القيام باختيارات واضحة لدعم خطة جلالة الملك محمد السادس لتنزيل الحكم الذاتي. كذلك وهذه مرحلة مهمة جدا، هو كان تقديم أولي للكتاب ديال رواية إيطالية. هذا الكتاب هذا باللغة الإيطالية تحت عنوان المسيرة الخضراء ملحمة ملك وشاب. والجميلة أن هذا الكتاب باللغة الإيطالية كيتحدث على المسيرة ديال المغرب منذ الاستقلال ثم المسيرة الخضراء إلى غاية المسيرة التنموية اللي كتعرفها الأقاليم الجنوبية ديالنا. كان تفاعل كبير ديال المغاربة في إيطاليا، كان تواصل مع الآخر اللي هم الإيطاليين والجاليات الأخرى، منهم الجالية المصرية والجالية التونسية وبعض الجاليات الإفريقية اللي كانوا تاهما حاضرين، وعبروا على تضامنهم ووقوفهم يعني مع المغاربة في هذه المناسبة اللي هي مناسبة عزيزة على كل المغاربة. وكانت فرصة لتأكيد باش يأكدوا مغاربة إيطاليا تشبث ديالهم وطنهم، تشبث ديالهم قضيتهم الوطنية الخصوص.